evaluate and treat uterine factor. بس بعد كل هيستروسكوبي بقى القصة يعني غيرت تماما. وعندنا تو تايبس من الهيستروسكوبي، حاجات بتتعمل ان بيشنت وده اللي هو بنسميه الاوبراتيف هيستروسكوبي او ان بيشنت هيستروسكوبي. مع تقدم التكنولوجي بتاع الفايبرو اوبتكس بدأنا نعمل الاوفيس هيستروسكوبي اللي ممكن يتعمل في العيادات وبقى ما بصام انالجيزيا. احنا عندنا عياده في الشاطبي مهمه قوي. برضه بقت في حاجه مهمه قوي ذا سو كولد سي اند تريت هيستروسكوبي، يعني احنا بقينا نشوف ونعالج سواء في الاوبراتيف ان بيشنت هيستروسكوبي او الاوفيس هيستروسكوبي. وي هاف تولز ان احنا نقدر نعمل انترفنشنز في بعض الحالات او في معظم الحالات علشان نقدر في ان وان ستيب نشخص ونعالج، وده طبعا بيريح المرضى بتوعنا. نيجي للسؤال الاولاني المهم الحقيقه، هل هنعمل روتين هيستروسكوبي لكل حاله بتعمل اي بي اف او اكزي قبل البروسيدور؟ الحقيقه السؤال ده طرح كتير قوي، وللاسف في ناس مصرين عليه لحد دلوقتي. انا مش هقول يعني غير ان في حاجتين، في تو ستاديز كبار اتعملوا انسايت اند تروفي ستاديز، ودول تو ستاديز كبار والاثنين اتنشروا في اللانست، واللانست احنا عارفين مدى قوتها. والتو ستادي قالوا they didn't show any benefit from using hysteroscopy. هم لهم some limitations، التو ستاديز دول لهم limitations زي اي ستادي. اللوف اجينتي ريت الاي دي اف الريزلت بتاعتهم في كانت 24% and 25% live birth rate في الانسايت والتروفي ستادي. ما كانوش بيهتموا ابدا بالدياجنوز اند تريتمنت اوف اندومتريتس. في حالات اتعمل فيها ولقوا باثولوجي في 10% في 1/3 اوف كيسز وما اتعالجتش في الانسايت. في التروفي ستادي اوريدي كان 45% من الحالات معمول لها هيستروسكوبي قبل ما تخش الاستادي، فدي عامله سم ليميتيشنز. انما up till now الحقيقه at the present there is no high quality routine use of hysteroscopy is a screening tool in general population of subfertile women with a normal ultrasonographic and hysterosonographic picture. يعني دي حته مهمه قوي، as long as the ultrasound picture بتاعتنا والهيستروسالبنجوجرام بتاعتنا normal مفيش داعي ان احنا نصر على عمل الهيستروسكوبي. ودي كانت ده كوكرين ريفيو سيستميك ريفيو سونكارا وكوليجز عملوه واتنشر في 2019. طبعا في بعض الاستاديز بتقول ان ده الروتين هيستروسكوبي كان ديتكت سام انوميليز وده هيزود الامبلانتيشن ريت واللايف بيرث ريت، انما الحقيقه الايفيدنس بتاعتها ضعيفه. فلحد دلوقتي اجابه السؤال لا، ما نعملش هيستروسكوبي از روتين. طب اذا كانت القصه كده بقى، هل في اي جايد لنا يساعدنا يقول امتى نعمل هيستروسكوبي؟ في ستاديز لطيفه معموله، في واحده معموله في 2019 اخذوا الناس اللي عندهم ابنورمال يوتراين بليدنج، اللي عندهم هايبومينوريا، واللي عملوا بريفيوس دي ان سي. ودي يعني الحقيقه الاستاذ دي لطيفه لانها بتوري قد ايه الدي ان سي اوبريشنز للاسف صار لسه بعض الزملاء بيصروا يعملوها بعد الفيرست ترايمستر ميسكارج. فانا اعتقد ان الدي ان سي دي الاستاذ دي بتوري قد ايه هي تروماتيك. الاستاذ دي لما اتعمل للثلاث حالات دول اللي هم بيشتكوا هم عندهم سب فيرتيليتي وبلاند انهم هيعملوا اي في اف وعندهم 3 كومبلينز دول، فلما اتعمل لهم هيستروسكوبي لقينا ا جود برسنتج عندنا في حالات فيها اندوميتريال بوليبس اراوند مور ذان 6%، في ادهيجنز برضو اراوند 6%، وفي سيزيريان سكشن ديفكت اباوت 1.5% مع اذر انوميليز اذر باثولوجيز برضو لقيناها. فاذا الكلو الثلاث لو ست بتشتكي من واحده من الثلاثه دول يبقى اتيز ادفايزبل ان احنا نعمل هيستروسكوبي قبل ما بروسيد بهيستروسكوبي. الحاجه الرابعه الحقيقه اللي هو الريكرنت امبلانتيشن فيلير، وكلنا عارفين الريكرنت امبلانتيشن فيلير في ديفينيشنز مختلفه، انما اكثرهم ان الست رجعت جريد اي امبريوز ثلاث مرات او اكثر وما حصلش بريجننسي. ففي الحالات دي الهيستروسكوبي كان دايجنوز سام يوتراين باثولوجيز
cannot be diagnosed by other tools. وفي الحالات دي بنزود الهستروسكوبي after repeated implantation failure of assisted reproduction technology. ده ميتا اناليسيز معمول لقوه ان ده بيحسن الامبلانتيشن في الامبلانتيشن واللايف بيرث ريت في الحالات. فدول الاربعه انديكيشنز الحقيقه اللي احنا ممكن نعمل فيهم هستروسكوبي للحالات اللي داخله تعمل اي في اف او اكزي، اللي هي زي ما قلنا ابنورمال ترايل بليدنج، هايبرمينوريا، هيستوري اوف دي ان سي، اند ريكرنت امبلانتيشن فيلير. انما از روتين اتفقنا ما نعملش الهستروسكوبي. في بقى سام يوتراين باثولوجيز الحقيقه الهستروسكوبي بقى اوف جريت هيلب فيهم. اولهم اللايوميومز اند اندوميتريال بوليبس. اللايوميومز كلنا عارفين ان هم بيأثروا على الريبرودكتيف بيرفورمانس، وبيختلفوا على حسب السايز النمبر السايت اللوكيشن بتاع الباثولوجي. الحقيقه الفيجو كلاسيفيكيشن سهلت الحكايه. عندنا تايب 0 اللي هو كله جوه الترين كافيتي، التايب 1 اللي هو اكتر من 50% جوه الترين كافيتي وجزء بسيط في الترين وول، وتايب 2 اللي هو اكتر اقل من 50% في الكافيتي ومعظمه في الانترامورال بارت. الثلاثه دول ديفينتلي بيأثروا على الريزلتس بتاعتنا، والثلاثه دول لازم يتشالوا بالهستروسكوب. وكلنا عارفين الشغل بتاع الهستروسكوب الاوبراتيف هستروسكوبي، التكنيكس المختلفه سواء باللوب او في دلوقتي ستورز كانوا عاملين مورسيليتور بيتركب على الهستروسكوب، بس طبعا ده في الاحجام الكبيره او في المايومز الكبيره. انما الافرج سايز مايوما زي 2 لغايه 2 3 سنتي بتتشال باللوب الدايسيرمي. بس الحقيقه الادفانس المهم قوي ان احنا ما بقاش عندنا مونوبولر، بقى عندنا الباي بولر سيستم اللي هو ميزته ان احنا ديستنشن ميديا بتبقى سلاين، فالسيفتي مارجن بتاعها ان انت تقعد تشتغل مده اطول وسيف. الحاجه الثانيه الحقيقه انا اي نيفر ادفايس ان انت تشتغل بمونوبولر كارنت جوه اليوتراين كافيتي في حاله تشتكي من انفيرتيليتي. ده هيأثر على بقيه الاندوميتريال كافيتي تأثير سيء جدا، فمش مستحب المونوبولر الباي بولر. طبعا الانترامورال بقى من ابتداء من تايب 4 تايب 3 وتايب 4 احنا ما بنقدرش نشتغل فيهم في الهستروسكوبي، ودول بيبقوا قصه ثانيه بقى باللابروسكوبي. والفيجو تايب 1 0 1 and 2 سبميكوزال فيبرويد هاز the clearest detrimental effect on fecundity. The slow randomized trial for submucous fibroid smaller than 4 cm لقيت ان هي بتحسن البريجنسي 43% بعد الميومكتومي. وده الريكومنديشن بتاع معظم السوسايتيز في العالم متفقين على الموضوع. الحته بقى بتاعت الاندوميتريال بوليبس الحقيقه فيها كونتروفيرسيز كتير. في ستاديز كتير بتقول لا الاندوميتريال بوليبس ما تاثرش، في ستاديز بتقول تاثر، في ناس بتقول اذا كان السايز بتاعها اقل من 1 سنتيمتر ممكن نسيبها، في ناس بتقول نص سنتيمتر ونازل نسيبها. ففي كونتروفيرسيز كتير ومفيش كونسنسس على الاندوميتريال بوليبس بالذات نعمل فيها ايه. انما الحقيقه لو واحده فيها ريكارنت امبلانتيشن فيلير واحده سنها كبير وهتعمل اسيست ريبرودكشن زي الاي بي اف او اكسي، انا ادفايس ان احنا نشيلها. طبعا البلايند كريتج تو ريموف ا بوليب كلام بقى كوندمند ومش مقبول انه يتعمل، ولازم يتعمل عن طريق الهستروسكوبي علشان نقدر نشيل البوليب مظبوط. حته ثانيه الحقيقه مهمه اللي هي الموليان سيستم انوميز. في اختلافات وفي اراء كتير. الاس ار ام بتقول ان في السبسيبسيت يوترس او الاركويت يوترس اكتر من سنتي ونص لازم يتعمل علشان نقدر عشان نحسن الريبرودكتيف بيرفورمانس. احنا عندنا الاشري كلاسيفيكيشن الحقيقه كان لطيف، انا بحبه قوي، وهو في الحته بتاعت الساتل ليجنز اللي هي السبسيبتيت
والديسمورفيك يوترس، ودي هنجيها بعد كده ازاي نفرق بين الاثنين دول، التي شيب يوترس والانفانتايل يوترس واليونيكورنيت يوترس. الاركويت يوترس في ستاديز بتقول هاز نو امباكت على الاوتكمز وما نقربش له. في ستاديز ثانيه بتقول لا، ان هو يستحسن ان احنا نشيله، برضه ما فيش كونسنسس ومحتاجين مور راندمايزد بروسبكت راندمايزد كنترول ترايلز علشان نقدر نحسم القضيه. الصوره دي الحقيقه مهمه قوي، بتفرق بين التي شيب يوترس والانفانتايل يوترس. وزي ما احنا شايفين هنا الاثنين الكافيتي من جوه هيبقى شكلهم زي بعض، بس التي شيب هنلاقي الثيكنس في اللاترال وولز اكتر من الثيكنس عند الفم. في الانفانتايل يوترس هنلاقي الثيكنس بتاع الوولز كلها قد بعض، ومع الاخذ في الاعتبار برضو حجم البودي للسيرفكس بيبقى في التي شيب التو ثيرد يوترس والوان ثيرد سيرفكس. في الانفانتايل يبقى الوان ثيرد كوربس بودي والتو ثيرد سيرفكس. ال 3 دي الترا ساوند الحقيقه مارفلس علشان يشخص لي التي شيب يوترس بطريقه واضحه جدا ويساعدني في ال 3 دي. بنعمل لها ايه بالهيستروسكوبي؟ بنعمل اللاترال انسيجن. انا مش هخش في البروسيجرز عشان الوقت عندنا مش هيكفي الحقيقه. الاندومترايتس برضه حته مهمه جدا. الاندومترايتس بيقلل النورمال بريجننسي، بيقلل الامبلانتيشن، بيقلل لايف بيرث ريت، ولذلك بقى مهم قوي انه يتشخص. الهيستروسكوبي از ان اكسلنت تول تو دايجنوز الاندومترايتس، وذر ان احنا بنشوفه بعينينا كلينيكالي او بناخد بايوبسي، ودي صور مختلفه للهيستروسكوبيك بيكتشر في المايكرو بوليبس المايكرو بابيلاي من المنظر ده، في الاستروبري ابيرنس، في الدوتد ابيرنس، في ابيرنس مختلفه ممكن نشوفها، ودي بتشخص البايوبسي الاندومترايتس. اذا يعني ما كنتش متاكد خد بايوبسي وابعته، في بيقول 10 بلازما سيلز بالهاي باور فيلد is diagnostic for endometritis. Endometritis علاجه combined course of combined antibiotics بيجيب نتائج هايله وبيحسن البرفورمانس بطريقه ممتازه. الادينومايوز هي تشخيصه بالاستروسكوب صعب، هو سجستيف، بنشوف كده ايدنتيشن او بيتنج في الاندوميتريم تورز الميوميتريم، هايبر فاسكولاريزيشن في كده سيست صغيره، هيموراجيك ليجنز صغيرين، وده ممكن يتشخص بان احنا ناخد بايوبسي بي. الانترايتاين ادهيجنز مهمه قوي، تشخيصها بتتشخص الاول بالالترا ساوند سجستيف او الهيستوسالبنجوجرافي، العلاج بتاعها بالهيستروسكوبي بيجيب نتائج هايله. مفيش يعني في الاديزولايسيس بيبقى مفيد جدا زي ما اتفقنا. بنستخدم ايه بقى؟ الانرجي بيزد ترانس سكشن او ميكانيكال مينز، بعديها نستخدم نحط بالون، نحط اي او دي، ندي هرمونال ثيرابي. في اختلافات في الموضوع ده، مفيش برضه كونسنسس عليه. السيزيريان سكشن از ماستر سيل برضه من الحاجات اللي طالعه جديد، وبنقدر نشخصها بالالترا ساوند ونقدر نعالجها بالهيستروسكوب. ريموفال از ماستر سيل بالريسكتوسكوب او المورسيليشن سيستم ريستور النورمال فيتنتيتي والمسكات. In conclusion, Mr. Chairman, there is no enough evidence to support hysteroscopy as a routine before IVF exocycle to improve live birth rate. Hysteroscopy is indicated before IVF and exocycles in cases with a normal sonographic picture, in cases of abnormal uterine bleeding, hypomenorrhea, history of VNC, repeated implantation failure. El uterine myomas, they are type 0, type 1, and type 2, hysteroscopic myomectomy improves the reproductive outcome in our practice. Endometrial polyps still needs more randomized controlled trials to reach a definite conclusion. Subtle uterine anomalies, زي subsubstate with T-shaped with unicorn uterus, as in more randomized controlled trials, برضو عشان نوصل definite decision نعملهم أو ما نعملهمش. خصوصا لو ما كانش فيه history of repeated implantation failure. لو في history of repeated implantation failure يبقى you have an excuse ان انت تعمله. Hysteroscopy in treatment of intrauterine synecdoche improve reproductive performance
including results of IVF and the egg site. Thank you very much. شكرا دكتور عماد. هي محاضرة to the point وكفر ده حاجات كتيرة جدا في البلاكس. وأتوقع أنها هتبقى ريزينج عدد من الأسئلة. إحنا أوريدي فيها عندنا سؤالين ثلاثة بدأوا يظهروا لي. طيب دلوقتي هنبتدي مع دكتور هشام العنيني. دكتور هشام العنيني طبعا أستاذنا كلية الطب جامعة القاهرة, وهو النهاردة هاي address us about the endometrium and the endometrial cavity challenges with the IVF practice. تفضل دكتور هشام. بطلع بس من السلايد شير, مش عارف بطلع منها ازاي. شكرا دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اشكر دكتور احمد فوزي الحقيقه على دعوته الكريمه, واشكر شركه مينا فارم على هذه الدعوه المحبوبه ان احنا نتسمع بيكم ونتقابل معاكم. هو التوبيك النهارده برضه هيعتبر استكمال لمحاضره استاذنا دكتور عماد درويش. الحقيقه هو تشالنج في اليوتراين كافتي, انا بصيغها بشكل مختلف شويه, بس ان شاء الله في خلال 10 دقائق الابروتش بتاعنا ان احنا بنفكر في السكسس والفيلير, ايه اللي ممكن يخلينا يحقق لنا السكسس وايه اللي ممكن يجنبنا الفيلير. ارجو من الله ان انا اكون هقدر اوصل لكم معلومه جديده او رساله واضحه وصريحه ومحدده. خلينا نقول ان الامبلانتيشن يعني السكسس بيعتمد على ثلاث حاجات بالنسبه للاي في اف, لان الابروتش بتاعي في التوب دوت على الاي في اف. فالامبلانتيشن بيعتمد على ثلاث حاجات, الاوسايت كواليتي وعلى الريسبتيفيتي بتاعت الاندوميتريوم, وطبعا الوسيط ما بينهم هو المعمل والكواليتي بتاعته عشان يتحقق الامبلانتيشن. بس احنا عارفين كويس ان الامبلانتيشن ده بيأكاونت ماكسيمم فور 30% اوف اي في اف سايكلز, وبالتالي لازم نفكر ايه اللي ممكن نحسنه علشان نوصل للسكسس اوف امبلانتيشن. الهرمونال تشينجز اللي بتحصل ديورينج الاي في اف سايكل بتؤدي الى هاي استراديول ليفل. الهاي استراديول ليفل ده فارماكولوجيكال ليفل مش فيسيولوجيكال ليفل, وبالتالي بيعمل اب ريجوليشن للجينيتك ماتيريال اللي موجوده في الاندوميتريوم, وبالتالي بيعمل رايز للبروجسترون. احيانا بيبقى بريماتيور بروجسترون رايز, سواء كان بريماتيور او ماتيور, هيخلي في حاجه اسمها اندوميتريال ادفانسمنت. يعني ايه اندوميتريال ادفانسمنت؟ يعني بدل الاندوميتريوم اللي هو اكوردنج تو نيو كرايتيريا بيبقى دي 11 هيبقى دي 13. يبقى دايما عندنا حاجه اسمها ادفانسد اندوميتريوم, ولقوا ان الامبلانتيشن احسن وقت للامبلانتيشن لما يبقى هيستولوجيكالي الاندوميتريوم 2 اور 3 دايز بلس الدي اكسبكتد. يعني لو هو الدي 11 يبقى المفروض يبقى الدي 13, لكن لو هو دي 15 او 16 according to new criteria يبقى ده هيخلي فيه implantation failure. وعشان كده دايما بنقلق من الهاي استراديول ليفل ومن البريماتيور بروجسترون رايز, وبالتالي برضو في ده من الارجومنت اللي بتخلي الناس تقول نعمل فريز اول وننقل في natural cycle. بس كل ده ما جاوبش على حاجه مهمه اسمها الاندوميتريال ريسبتيفيتي, وبالتالي احنا محتاجين اول تشالنج لينا بالنسبه لليوتراين كافتي هو ان احنا نفهم الاندوميتريال ريسبتيفيتي. ليه هو اول تشالنج وده اهم تشالنج؟ لان ده بيأكاونت فور مور ذان 80% من الاي في اف فيلير. ما فيش اي اورجانيك ماتيريال او اورجانيك ديس اوردر موجود في اليوتراين كافتي, ومع ذلك ما بيحصلش البريجننسي لان احنا مش فاهمين الاندوميتريال ريسبتيفيتي لغايه دلوقتي. لكن اذا قدرنا نفهمها هنقدر نايدنتيفاي البيشنت اللي معاه عندهم ديكريزد اندوميتريال ريسبتيفيتي, ساعتها نقدر نعمل استراتيجي عشان نمبروف الاندوميتريال ريسبتيفيتي. طيب ازاي نعمل الحكايه دي؟ ازاي اندرستاند الاول ايه اللي حصل في الفترة اللي فاتت من سنة 50 والناس بتفكر في الحاجات دي, بتفكر تشوف البيني بود الموجودة في الاندوميتريوم وتأثيرها, بتفكر تشوف النيو كرايتيريا ده من سنة
1950 يعني من 70 سنة عندنا الهيستولوجيك كريتيريا بنفكر ازاي نكتشف الامبريو اتاتشمنت للاندوميتريوم وبعد كده بنفكر في الدي ان اي مايكرو اري بنفكر في الالترا ساوند كريتيريا او ماركر او بايو ماركر للاندوميتريال ريسبتيفيتي الدوبلر الاندوميتريال ريسبتيفيتي الاندوميتريال امبريو اندوميتريال سينكرونسي ودلوقتي بقينا بنتجه لنون انفيزيف ميثودز واخيرا دخلنا في الايرا تيست اللي هو بيتعرف عن طريق مايكرو اري يعني كل دي محاولات على مر السنين على مر السنين عشان نفهم ولغايه دلوقتي الحقيقه ما قدرناش نقدر نفهم الاندوميتريال ريسبتيفيتي ايه اللي بيحصل ما بين الامبريو والاندوميتريوم عشان يحصل سينكروني واتاتشمنت لكن الموست ريسنت اللي هو الايرا تيست ده ريزيرفد للانكسبليند ريكرنت امبلانتيشن فيلير يعني مش اي واحده تعمل اي في اف تقول نعمل لها الايرا تيست الايرا تيست اختصار الانوميتريال ريسبتيفيتي اساي وعشان كده هو ريزيرفد للانكسبليند لسبب بسيط جدا ان هو ما عليهوش ايفيدنس قوي يعني ايه ما عليهوش ايفيدنس قوي يعني حتى رغم ان التيست ده از اكستريملي اكسبنسيف بيتعمل بحوالي $2000 لكن الحقيقه هو نتائجه انبريدكتد الفكره بتاعته ان احنا بناخد اندوميتريال بايوبسي من الست في السيشن فوليكولار فيز قرب الاوفيليشن ونعمل لها الايرا تيست علشان نعرف هل الاندوميتريال بتاعها ريسبتيف مور لايكلي تو بي ريسبتيف اور نوت اذا كان مور لايكلي تو بي ريسبتيف يبقى احنا بنعمل لها الامبريو ترانسفير في الدوره اللي بعدها في الدوره اللي بعدها وطبعا انتوا عارفين ان في حاجه اسمها individual او انتر سايكل فاريشن وده اللي برضه بيحصل في الاندوميتريوم وبالتالي برضه الايرا تيست مش افكتيف في البريدكشن اوف امبلانتيشن طب ايه اللي ممكن نعمله اكتر من كده وعشان كده هو ما انتشرش على مستوى العالم دي اللي هما بيفكروا فيها حاليا وهي بروميسنج جدا ان هما يعملوا 3 تيست بيعتمدوا فيها على المولكيولر بيولوجي واحده اسمها الايما تيست اسمها الاندوميتريال مايكروبيوم ميتا جينوميك اناليسيس عشان نشوف المايكروبيوم اللي موجود في اليوتراين كافتي ووجدوا ان ده نوع من انواع الميتابولومكس اللي هو ممكن يدينا مؤشر على السنسيتيفيتي بتاعه الاندوميتريال ريسبتيفيتي او قال لك لا ده احنا هنعمل الاليس تيست الاليس تيست دوت لسه زي ما دكتور استاذنا الدكتور عماد درويش بيقول الاندوكرونيك اندوميترايتس بيعمل اناليسيس للكرونيك اندوميترايتس في الاندوميتريوم وبالتالي ممكن يزود لنا اوبشن ان نشوف الاندوميتريوم ده في الريسبتيفيتي بتاعته ممكن تبقى افكتد بالاندوميترايتس ولا لا ونعمل الثلاثه الايرا تيست اللي هو بيعتمد على المولكيولر بيولوجي مع الاليس تيست مع الايما تيست هل في اي استادي اتعملت على الاندوميتريو لا لغايه دلوقتي ما فيش ولا استادي الريزلتس بتاعتها طلعت لكن في استاديز اون جوينج على الاندوميتريو هل اذا باذن الله حصل ان كان في لي افكتيفنس او سيجنيفيكانت تشينج في الامبلانتيشن ريت او في البريدكشن اوف امبلانتيشن ريت هل ساعتها هيبقى ده افيلبل برضو ده صعب جدا جدا لسبب بسيط ان هو هيبقى الكوست بتاعته عاليه قوي قوي اذا كان الايرا تيست اساسا عالي فالايما تيست والاليس تيست لسه هيبقوا اكتر واكتر مور كوست لكن في نفس الوقت ده بيدي هوب هل الهوب ده ممكن فعلا يتعمل ولا لا لسه الاستاديز هتطلع وتقول الكومباينيشن اوف ذا 3 اسيز ممكن يبقى مفيد فعلا ولا لا طب ده بالنسبه للمعظم الحالات اللي هو failed implantation واحنا مش عارفين نعمله لكن برضو استاذنا الدكتور عماد درويش اتكلم على الانترايوترين ادهيجنز وده سبب قوي جدا للانفيرتيليتي والاي في اف فيلير ورغم ان احنا ممكن نستخدم الهيستروسكوب الى ان هو بيفضل ريزيدوال من الانترايوترين ادهيجنز فبالتالي وبالذات اذا كان حصل انجري لحاجه اسمها الاندوميتريال نيش اللي هي اللير بيزاليس الاندوميتريال بيزال لير لو حصل لها ماركت انجري ساعتها حتى لو الهيستروسكوب اشتغل
مش هيقدر يعمل ريجنريشن للإندوميتريوم. وعلى هذا الأساس الناس فكرت طب ليه ما نستخدمش الستيم سيلز الاوتولوجس ستيم سيلز بتاعت نفس الشخص بتاعت نفس الست ان احنا نحقنها، بس مش نحقنها جوه اليوتراين كافتي لانها مش هتعمل حاجه مع الفايبروزس ده، ولكن يحقنوها عن طريق الانترنال ايلياك ارتري وعن طريق القسطره، وطريقه سهله وبسيطه جدا بس بتتعمل فقط في الادفانسد سنترز اللي فيها راديولوجي سنتر اللي فيها قسطره اللي ممكن فيها معمل ابحاث كبير عشان تطلع ستيم سيلز ونقدر نشوف الست جالها منسس حتى لو كانت هايبومينوريه، نحضر ساعتها الهيومن اوتولوجست ستيم سيلز ونضيف عليها الجرانيولوزا جرانيولوسايت ستيمولاتينج فاكتور، وبعد 5 ايام تانيين نبدا نعمل لها افريزز وهو يوم واحد ونحقنها عن طريق الانترنال ايلياك بالقسطره، والقسطره دلوقتي افيلبل طبعا بس محتاجه الراديولوجي ديبارتمنت، وبعد شهرين ثلاثه نعمل لها هيستروسكوب، وفي خلال شهرين الى 4 اشهر عشان نلاقي فور ادكويت ريجينريشن للاندوميتريوم نبدا معاها سايكل اوف اي في اف. الحاجات دي بتتعمل امتى؟ في حالات المودريت تو سيفير انترايتراين اديجنز افتر هيستروسكوبي. يعني انت لو بصيته هتلاقوا ان احنا عملنا هيستروسكوبي الاول وبعد كده بعد ما عملناها عملنا هيستروسكوبي مره ثانيه بعد كاسترايزيشن بثلاث اشهر عشان نشوف الادكويت تشينج، مش بنروح على طول ونعمل اي في اف او اكزي. يعني لازم نطمن ان بقى عندنا تربه كويسه تقدر تستحمل الامبريوز. هل ده اتعمل؟ ده اتعمل فعلا، ودي صوره للقسطره وهي داخله علشان تعمل بيرفيوجن لحوالي 200 مليون ستيم سيلز انفيوزد موجوده في اليوتراين كافتي علشان تقدر تعمل ريجينريشن للاندوميتريال نيش. هل ده افكتيف؟ الريبورتد ستاديز الحقيقه بتقول ان هي حصل فيها سيجنيفيكانت تشينج سواء كان افتر 1 مانث اور 2 مانث اور 3 مانث، وعشان كده بيقول لك نعمل الهيستروسكوب ونبتدي على طول بنعمل ان احنا نعمل الاي في اف. لكن هل ده افيلبل؟ برضو الحقيقه نمره واحد it has to be replicated، يعني لازم يتعمل البحث ده مره واثنين وثلاثه في كذا سنتر. تاني حاجه ان احنا لازم برضو نلاقي سنتر في راديولوجي ديبارتمنت او راديولوجي سيكشن وفي نفس الوقت اي في اف سنتر وفي نفس الوقت جينيتك سنتر، فبالتالي ده محتاج center of excellence في كل الادفانتج دي. لكن من التشالنج الثالث اللي عندنا وده تشالنج بنشوفه كل يوم هو البوليب. اللي بيحكم في البوليب دوت هل نتدخل ليه او لا هو فكره السايز. لو انتم بصيتوا معانا على الصور ديت هتلاقوا ان هنا لارج سايز بوليب، ده سبيس اوكوباينج ليجن، حتى لو عملت اي في اف دوت هيعوق الامبريوز ان هي تبقى امبلانتد، لكن دوت ام بوليب موجود عند الفندس يبقى برضه هي امبلانت او اسف هيمنع الامبلانتيشن. لكن احيانا البوليب بتبقى صغيره less than half centimeter وموجوده في الميد كافيتي بعيده عن الامبلانتيشن زون، ساعتها ديت احنا ما بنتدخلش فيها. يبقى according للسايز واكوردنج للسايت احنا ممكن نتدخل على حسب في البوليب ديت ونشوف اذا كان هنتدخل ولا لا. بس اذا تدخلنا يبقى زي ما قال استاذنا الدكتور عماد درويش لازم هتتعمل بالهيستروسكوب. الدي ان سي ممكن صحيح ياخد جزء منها لكن غالبا ما بيشيلهاش كلها، لازم نبقى واعيين للنقطه ديت قوي ان هو ممكن ما تتشالش كلها لو عملنا لها دي ان سي. هل ده ليه عليه ايفيدنس؟ اهو ده بقى الكلام الواضح ان الكوكرين سيستماتيك ريفيو بتقول ان البوليب دي ريموفال قبل الاي او اي قبل الاي بي اف بيحسن البريجننس ريت. مش بس كده، ده الامريكان كوليدج اوف اوبستريكس اند جاينيكولوجي بتقول ان الاوفيس هيستروسكوبي فور تريتمنت اوف بوليب وما حددوش بقى سمول ولا لارج شود بي كونسيدرد. اذا كان افيلبل يبقى كويس جدا لان هو دي اوفيس. بالنسبه للتشالنج 4 اللي هو سب ميوكاس مايوما، دي من الحاجات المعوقه جدا واللي لازم تتشال قبل الاي في اف قبل الانفيرتيليتي.
في evidence في evidence بس احنا ما فيش randomized control trials فبتقول ان بنقول ان ده grade 3 evidence ليه ده consensus مادام في مايومة يبقى ده هي effect لكن للأسف ما حدش بيعمل randomized control trial عشان ethical view. آخر حاجة السبتم وبرضو دكتور استاذنا الدكتور عماد قال الكلام ده لكن ما فيش عليه أي randomized control trial evaluating effectiveness بتاعة السبتم وعشان كده اللي عن بروفيلاكتيك متروبلاستي لازم تبقى مفهومة انها مجرد بروفيلاكتيك وليس essential يعني انت ممكن تعمل IVF لحالة عندها substitute uterus ممكن تعمل IVF وتسيب السبتم ده موجود لكن لو كان large septum لو كان wide septum لو كان long septum يبقى الافضل ان انت تعمل prophylactic metroplasty انا بشكركم جميعا وبعد اذنكم اي سؤال اكتبوه على question and answer مش على raise hand او على الشات اكتبوه على question and answer عشان نقدر نجاوبها في الاخر شكرا لكم جميعا شكرا دكتور هشام دلوقتي دكتور احنا معانا دكتور احمد فوزي جلال هو اللي هيتكلم هو المودريتور هو من الناس الحقيقه الافاضل جدا في خلقا وعلما ونشاطا الحقيقه هو نشيط جدا وبقى ليه بصمه مميزه في الفيلد عندنا ونرجو ان احنا نستمع للمحاضره بتاعته اتفضل يا باشا شكرا دكتور هشام ويريد حضرتك تستوب الشير البروجرام حاضر حالا اتفضل يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكر دكتور هشام على التقديم الجميل وارجو ان انا اكون على المستوى ده احنا النهارده واشكر طبعا مينا فارم واساتذتي كلهم اديني الفرصه دي النهارده كان التوبيك عندي ان احنا نتكلم على الاندوميتريوما تشالنجينج في الاكسي تريتمنت الاندوميتريوزيس بصفه عامه احنا عارفين ان هو بيمثل نسبه كبيره 10% من البوبيليشن والاندوميتريوما كمان بتمثل حوالي 17 ل 44% من البيشنتس اللي عندهم اندوميتريوزيس فبالتالي الانسنس هنلاقيه عالي اللي بيزود الموضوع اكتر ان هو فكره ان انا بشوفها امتى لو حضراتكم شايفين هنلاقي ان احنا في السن ما بين 19 ل 35 ده الماجوريتي اوف ذا كيسز ويل بي فاوند والفتره الباقيه هتبقى من 36 ل 45 يبقى ده معناه ان احنا تقريبا بنشوف 80% مثلا منهم او اكتر من 80% منها في في الاريا دي بتاعت الريبرودكتيف ايج للفيميل في كذا كلاسيفيكيشن نزلت للاندوميتريوزيس بصفه عامه بدءا من سنه 1927 وجوينج اون منها بقى الاس ار ام ومنها الاشري ومنها الاوروبيان ومنها الان اي اتش يعني في كذا كلاسيفيكيشن وكذا جايد لاين وده يقول لنا ان احنا في ديزيز كونفيوزنج ديزيز بيك وبالتالي حتى الراشونال اوف تريتمنت كل شويه بيتغير المانجمنت بتاعته دايلما لكن بيتحط فيها كذا اوبشن الايدج والبين والديزاير اوف بريجننسيز والبريفيس سيرجريز والتايب اوف اندوميتريوزيس زي ما هنتكلم النهارده على واحد منهم بس الاندوميتريوما ده هيفرق لي اللاين اوف تريتمنت قدامي ويذر اتس لابروسكوبيك سيرجري ولا اي ار تي على طول اور ويذ والسيرجري اور وذاوت اور ميديكال تريتمنت اللي هو مش الدور بتاعنا النهارده ندخل بقى في الحته بتاعه الاندوميتريوزيس الاندوميتريوما الاندوميتريوما السؤال المهم جدا اللي احنا عايزين نجاوبه النهارده بالايفيدنس اللي موجوده افيلابل لحد دلوقتي هو هل احنا تو دو سيرجري اور نوت تو دو سيرجري بيفور ذا اكسي لو انا عندي اندوميتريوما السؤال ده الحقيقه في فاكتور ان ارجومنت ان هم ان فيفر اوف سيرجري وفي فاكتورز اجينست الفاكتورز اللي بتقول ان احنا نعمل سيرجري ان في بوسيبيليتي اوف انكريس فيرتيليتي افتر سيرجيكال تريتمنت بوسيبيليتي اوف بين ريليف وريسنت ريفيو اوف ليتريتشر لقوا ان في كورليشن ما بين الاندوميتريوزيس واوفيريان كانسر ودي هنقول الدنيا بتاعتها هتمشي ازاي بعد كده. الحاجه الثانيه ان برضو فكره الاكسسبيليتي اوف ذا فوليكل وهل عندنا ديفيكالتي في اكسس الفوليكل مع الريتريفال او لا
والنقطة المهمة إن the range of endometrioma at the time of the retrieval دي بتزود the risk of infection مش كده وبس، ده كمان بتأثر على quality of oocytes. فكل دي الفاكتورز اللي بتقول إن إحنا لازم نعمل الكلام ده. ده بقى supported بكذا publications منهم إن نزل في الـHA guideline في الجايدلاين اللي قبل كده بيقول إن إحنا ممكن لازم نعمل cystectomy لأي حاجة فيها larger than 3 centimeters، وبالتالي أي endometrioma أكثر من 3 سنتي يبتدي إن أنا أشلها، وإن أنا هنا ده هيأثر شوية ممكن على الأوفيرين ريزيرف، ولكن في الآخر عشان نسبة الريكارنس وعشان الفاكتورز اللي إحنا قلنا عليها. وفي جت بيبر قالت إن إحنا هنا قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا السيرجري على الاندوميتيوما، قالوا لا ده إحنا السيرجري على الاندوميتيوما ممكن تقل الأوفيرين ريزيرف شوية ولكن هتحسن لي حاجات كتير، وبالتالي هنا كانت سبورتيف أوف ذيس وان، ودي كانت منشورة في 2014. طيب دي كده الحاجات اللي ويب واللي هم قالوا كده والحاجات السبورتيف اللي اتنشرت على هذا الأساس. الأجينست السيرجري واحد إن فيه increased concern about the ovarian reserve، دي نقطة مهمة، وعلى possibility of premature ovarian failure. تاني حاجة إن فيه controversies about the IVF results بعد فكرة إن أنا أعمل surgery وال number of the obtained oocytes. وفي نفس الوقت إن لما عملوا histological analysis لقوا إن by histological analysis بنلاقي إن فيه removal of the normal ovarian tissues في 6% من الحالات، ولقوا إن أنا حتى لما بشيل مع الكبسول لأ ده في نسبة من الأوفيريان تيشوز العادية هتتشال معنا، وبالتالي لقينا هنا إن أنا لما هشيل الاسبيسمن دي هلاقي ممكن في بعض الأحيان بشيل لحد يمكن 90% من السيرجرز بيتشال فيهم جزء من الأوفيريان تيشوز، وده بيقلل الريزيرف وده إكسبلانيشن. وبدأت تتنشر ميتا أناليسيس كتير بتقول بقى الإفكت بتاعنا، دي واحدة من أكبرهم هنا لما جم قالوا ان انا ابتدي اشوف السيرجيكال تريتمنت الهاور على الكلينيكال بريجننسي ريتس وعلى اللايف بيرث ريت. فعلى اللايف بيرث ريت ما كانش فيه سيجنيفيكانت بين الاثنين وبعضيهم، البوليت كانت ناحيه السيرجري شويه ولكن في الاخر ما كانش سيجنيفيكانت على الاستاديز، انما الاستاديز دي كانت اقل اللي عملت على اللايف بيرث ريت، لكن كتير منهم كان عمل على الكلينيكال بريجننسي ريت وهنا ما طلعش نتائج ايجابيه، طلعت ان الريزلت زي بعضيها. لما جم عملوا على الاستراديول ليفل ما كانش فيه سيجنيفيكانت ديفرنس واضح بينهم وبين بعضيهم. لما جم عملوا على الجوناتروبين امبولز اللي هنديها بير سايكلز برضه ستيل البوليت كانت في الايكوفوكال اريا، وبالتالي ما كانش في حاجه تو فيفر اور نوت تو فيفر سيرجريز. على الجوناتروبين تودال توزز ذا سيم افكت، وبالتالي ده الكونكلوجن بتاع كده قال ان الاندوميتريوما شودنت بي ريسكتد تو امبروف ذا اي ار تي اوتكم، way much evidence should be going on عشان اشوف الديترمينانت افكت بتاعها. وفي فايندينج كتير قالت ان ده بيدي سيميلر بريجننسي ريت، حتى الاستادي دي مشهوره في فبراير 2019 بعد الميتا اناليسيس ده، وقالت ان احنا كده بندي يعني الافكت بتاعها لا مش سيجنيفيكانت. وانذر وان ببلشد اولسو في 2019 قالت ان احنا السيرجري هنا مش هيبقى ليه رول كبير على الـ ongoing pregnancy rate ذات نفسها. الرويال كوليدج قالت احنا هنقسم الاثنين مع بعضهم، وقدر انا هعمل expectant or surgical management واشوف ايه هي الـ potential benefit بتاعنا وايه هم الـ potential risk في كل حالة من الحالتين دول، وحطوا كل البارامترز اللي احنا شفناها في البيبرز واللي احنا شفناها في الكلام بتاعنا احنا هنجيب ايه قصاد ايه. في النهاية لما بدأنا نعمل analysis لكل الارجومنت دي whatever الارجومنت دي with or it is against الكلام ده، نوصل لمرحلة ان احنا المفروض to tailor our treatment according to each patient situation. مفيش حاجة اسمها ان في ideal treatment for endometrioma for every patient، مفيش one size fit all، لا ده هو كل حاجة هتعتمد حسب العيان ده شكله ازاي. الكريتيريا او البروجنوستيك فاكتورز بتوعنا اللي هناخد عليهم الديسيشن هم سن العيانة مهم جدا، ovarian reserve status unilateral or bilateral of the disease, the number and the size of the cyst, the symptom اللي جاي بيها, the presence or absence of suspicious radiological features for malignancy, والextension of extra ovarian disease والhistory of previous ovarian surgeries. هنبدأ نحط دول كلهم ونحط لهم السكور بتاعهم ونبدأ ناخد decision for every patient alone. ففي عيانة هتروح directly to ECV without prior surgery، ودي اللي هم asymptomatic عندها advanced age group فمش عايز اعمل له كمان market deterioration،
عندهم ovarian reserve قليل حتى لو ما كانوش old age فيها bilateral endometriosis و history of prior ovarian surgeries لأن برضو ده هيبقى الشغل اللي فيها ممكن يدي more deleterious effect. اللي احنا ممكن نكونسيدر فيها السيرجري الأول اللي فيها intact ovarian reserve يبقى البالانس هنا ممكن يمشي مع السيرجري في بعض الأحوال. unilateral larger cyst ده برضو واحدة تانية والسيست اللي فيه suspicion for radiological أو clinical feature أو tumor marker for malignancy دول كده يبقوا لا ده احنا كده ممكن نحتاج ان احنا نعمل لهم ده. طيب فين البالانس بتاعنا؟ هيبقى ما بين البارامترز دي ناخد individual assessment والindividual assessment according to the parameter يبقى في surgery او لا. النقطة الثانية هي لو انا هعمل surgery دي بيبر جميلة جدا published بتتكلم على ايه هي recommendation for surgery اللي احنا نعملهم. الستبس بتاعتها واحد anatomical pre-operative planning مهم جدا ابقى عارف انا داخل هروح فين وهعمل ايه عشان في الاخر ابتدي اطلع بنتيجه افضل من بكتير. اتنين ان انا ابقى داخل عارف الاوفيريان بلاد فلو ماشي منين والسبلاي ده جاي منين عشان لما اجي افتح حتى السيست ده لابروسكوبيكالي ابقى فاهم انا ماشي بيه ازاي. الريكومنديشن قلنا بري اوبرتيف بلاننج فيري امبورتنت. تيومر ماركر لو انت شايف ان في حاجه ممكن تبقى سسبيشس اتس نوت ا روتين. والابروبريت كونسنت من الناس وطبعا اللي قادر يشتغل يبقى هو حد بيشتغل لابروسكوبيك سيرجري كويس. جوه العمليه انسبكشن فيري امبورتنت وبعد كده هبتدي اوبتين بيريتونيال واشنج وبايوبسيز عشان السسبيشلي لو سسبيشس. ثري لابروسكوبيك وركينج بورتس مهمه واحنا كلنا بنشتغل بالطريقه ديت. وسيباريت ذا اوفري فروم ذا اندوميتريوما اوفري والاندوميتريوم فروم ذا سايد بيلفي بول ودي نقطة مهمة جدا ان انا اعمل الاديزولايسيس وابتدي ان انا يبقى ريليز عندي ويبقى فري عشان اقدر ان انا اشتغل عليه واشيل السيست وداوت كومبليكيشن. كمان لو كان عندي وين ذا سيست رابشر ودي نقطة من النقط المهمة يبقى انا الاوبننج اللي حصل فيها الرابشر اعمل لها اكستنشن وابتدي بعد كده اكسايز السيست ما ينفعش ان انا اسيبها وافتح في مكان ثاني والمالتيبل انجري دي هتسبب لي مالتيبل ديسفانكشن. ولو هو الاوفري بقى ده مش ادهرنت وانا مش هقدر اشتغل من الحته دي يبقى انا اروح على الثينست بارت اوف ذا اوفيريان اندوميتريوما ولو ده مش قادر اشوفه ابتدي على الانتي ميزنتريك بوردر عشان كده احنا قلنا بلاد فلو جاي منين من الاول. الريجيشن وانسبكشن مهم اول ما هفتح ابتدي وفضيت الكونتنت بتاعته اعمل الريجيشن واسبيريشن عشان عشان السسبشن اوف مالجنسي. وبعدين انا لازم اشوف الكليفج بلان مهم جدا عشان ما اخدش اكتر من التيشوز وافويد دامجنج للميجر بلاد فيسلز ده فيري فيري امبورتنت. وان احنا في نهايه التكنيك بتاعنا نعمل حاجه زي شيفنج اكتر منها ان احنا ناخد بلاش الفكره بتاعه البانش او ان احنا ناخد لها ان هارش كده وابتدي ان انا اعملها. هعمل ايه في التكنيكس؟ التكنيك اللي هو المفضل هو السيستكتومي وده احسن كتير من الدرينج من الكواجوليشن. الاسبيريشن طبعا نقطة ايش وقتول في كل الحالات دي نقطة كده من الحاجات المهمة. وبالتالي لو احنا جينا نختصر اللي احنا قلناه احنا عندنا tailor decision is the main word for today. So tailor decision ده معتمد على كذا parameter: age of the patient, ovarian reserve, previous surgeries, الاندوميتريوما سايز, نمبر, بايلاتراليتي الافكت بتاعها هيبقى مهم وكمان الريسك اوف مالجنسي والاكسسبيليتي اوف ذا فوليكل تو بي ان هي تبقى بي اسبيريتد اون ريتريفال بعد كده هيبقى من الكلام المهم. اذا رحنا للسيرجري يبقى لازم ناخد البريكوشنز اللي احنا قلناها. اذا كان البالانس تورز ان انا اعمل الاي بي اف براكتس على طول يبقى احنا مش هنروح ناحيه السيرجري فده كده هيبقى مهم. Thank you so much. ولو في أي أسئلة يا ريت تكتب على question and answer ونجاوبها في الآخر. طيب دلوقتي دكتور حامد معانا. دلوقتي نبتدي التوك بتاع بروفيسور دكتور حامد يوسف. Head of Obstetric Gynecology Department Mansoura University. والتوك بتاع دكتور حامد من التوكس برضو الصعبة اللي هي الـ Difficult Embryo Transfer Challenges. تفضل دكتور حامد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاول بشكر دكتور احمد وشركه ايفوكون، وان شاء الله نقول المحاضره بسرعه كده. الامبري ترانسفير محمد مش هيشتغل. Embryo transfer challenges. Embryo transfer تعتبر the most important step in IVF. However, هي least successful step in ART. في challenges ممكن نقسمها إلى حاجات pre-transfer وat the time of the transfer وpost transfer. بالنسبة لل pre-transfer عندنا 12 items، 6 مهمين و6 مش قوي. هنتكلم على حاجة معينة selection. How to select your embryo, how to select your catheter, how to select your media. What amount of the fluid اللي انت المفروض تستعملها و how to load your catheter. مين البروفايدر، بيفرق من واحد للتاني ولا لا، والدي في امبري ترانسفير. زائد ست حاجات تانيين المفروض هنغطيهم، اللي هي ترايل ترانسفير او الدمي او الموك ترانسفير، اليوز اوف التراساوند ديورينج ترانسفير، اليوز اوف انتيبيوتيك ات ذا تايم اوف اسبريشن اند ترانسفير، وفي ثلاث حاجات متعلقين بالسيرفكس اللي هو البريزنس اوف انفكشن والفيجرس فلاشنج والوجود الميوكس، وبعد كده اخر حاجه ترانس ميتريال فيرسس ترانسيرفايكال اي تي. الحاجات اللي عليها علامه صح دي اللي هنتكلم عليها لان هي المهمه بالنسبه لنا عشان الموضوع الوقت. واخر حاجه موضوع البلادر فيلينج، هل بنحتاج ان احنا نعمل فيلينج ولا لا. اول حاجه ريجاردنج امبري سيلكشن، هاو تو سيلكت يور امبري. حتى هذه اللحظه ستيل السيلكشن بنعتبر يعني مينلي مورفولوجيكال. في حاجات ثانيه زي الريسبيرتوري ريت وجلوكوز كونسامشن امينو اسيد تيرن اوفر، بس حتى هذه اللحظه بنختار الامبريو بتاع بيزد اون المورفولوجي. عشان تختار امبريو في دي 3 بتختار الجريد A، جريد B وجريد C مش الحاجات المستحبه ان انت تعملها ترانسفير، فاحنا بنختار جريد A اللي هو اول واحد على الناحيه الشمال. لو عندك مجموعه من الامبريوز دي وقلت لك تختار مين فيهم، لو هم كلهم day 3 to 4 او late day 3 بتدور على الاثنين اللي انا عامل لهم دايره حمراء ودايره صفراء، لان دول starting the process of compaction، بداوا يخشوا في مورينا. كل الحاجات دي divided، ولكن احسن اثنين هم دول. برضو بنعتمد في الاختيار على الـ early cleavage embryo. لو انت جيت day 1 لقيت عندك الـ 2BN وعندك 2 cell، يبقى 2 cell احسن. لو جيت day 2 لقيت 4 cell وحاجه زي 8 or 9 cells، يبقى تختار الـ 9 cells. لو تختار بالنسبه للبلاستوسيست، اختيارك بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على ان البلاستوسيست تبقى جريد اكسباندد، وحاجه ثانيه ان الانر سيل ماس بتاعتها تبقى ليتل بيت اوفر. وبالتالي اختيار الامبريو اللي انت بتنقله شيء مهم. ده انا عارف ان ده مش شغلتك وشغله المعمل، بس لازم تبقى اوير بالدنيا بتحصل ازاي، تبقى عارف بتاع المعمل هيديك كام امبريو جريد A ولا جريد B، والبروسيس اللي انت هتعمل لها ترانسفير شكلها ايه. ريجاردنج الاي تي كاثيتر، عندنا ثلاث حاجات كومن في مصر، عندنا الولس وعندنا اللابوتكت وعندنا الكوك، وانواع كتيره بس دول اكتر ثلاث حاجات. بغض النظر انت لما تيجي تختار اي ترانسفير كاثيتر لازم تبقى فيها هذه المواصفات. واحد، تبقى سوفت دبل يومن سموث ماتيريال عشان تو مينيمايز التروما. اثنين، لازم تبقى فورما بالاوتر شيس، يعني تقدر تعمل لها كيرف زي الكيرف بتاع الموجود ما بين السيرفكس واليوترس. ثلاثة، انشور فيو تكنولوجي، في الحالات اللي هتبقى ديفيكالت تدور على الايكو تيبس، تبقى الايكو ماركينج الموجود على التيبس بتاع الاسرة اللي انت هتنقل بيها. لازم تبقى جريتر كنترول، يعني في حاجات معينة كده بتبقى حلوة قوي بس الكنترول عليها بتبقى فيري سوفت، فبيبقى صعب ان انت تعمل لها كنترول. اخر حاجه لازم يبقى فيها سوفت اوبتيريتور او ستايلت عشان تنيجوشيت السيرفكس اللي انت هتعدي منه القسطره. المره الثانيه السوفت دبل يومن كاستر هي احسن بكتير من السنجل يومن كاستر. وات اباوت ذا داي اوف ترانسفير؟ التشالنج الثاني، تنقل يوم ايه؟ هي بصفه عامه احنا زمان كنا بننقل داي 2 اور 3، ولكن في حاجه اسمها امبري بلوك، بعض الامبري في داي 2 ما بيكملوش لداي 3. فايتس بيتر تو افويد ترانسفير اون داي 2. هيتبقى عندك طيب انا الدي 3 اور 5. If you are in a good condition للاب وعندك good prognosis patient عندها 3 or more embryos، من الممكن ساعتها ان انت تستنى الدي 5. Definitely day 5 the pregnancy rate implantation rate هيبقى احسن، ولكن لو انت ما عندكش good prognosis patient، ما عندكش adequate number of
embryos grade A on day 3 مفيش داعي ان انت حضرتك تنتظر day 5 وتبص تلاقي كل الامبريو ما كملتش المشوار. What about dummy transfer او trial transfer؟ trial transfer زي ما احنا شايفين it's very essential لانك من خلالها بتعرف اللينس والدايركشن بتاع السيرفايكال كانال، بتعرف السيرفايكو تراين انجيليشن، بتقدر تشوز ذا موست سوتبل كاستر، ممكن تجرب الكوك ما تنفعش تجيب اللوكوتيك تجيب حاجه ثانيه. To discover difficulty which may be found at the level of pinpoint cervical os, cervical polypore fibroid or anatomical distortion of the cervix. الفيديو اللي تحت ده لو انت واخد بالك انت بتخش ممكن تلاقيك داخل في فولس باسج وداخل على السيرفكس، وحتى هذه اللحظه لسه ما قدرتش تعدي وتخش جوه اليوتراين كافيتي نفسه، وبالتالي الموك ترانسفير ان تعتبر او الدمي ترانسفير او ترايل ترانسفير از ان اسينشال ستيب ان انت تعملها قبل الترانسفير. زي ما قلنا دي فوائدها لانها significantly increase implantation rate and pregnancy rate simply because it determines the most suitable cluster and it avoid unexpected difficulty and failed ET. What about the use of ultrasound at the time of ET or before ET? الالتراساوند ده مانداتري سواء كان ابدومينال او فاجينال، وعايز اقول لك الابدومينال بيبقى اسهل بكتير، الفاجينال بيبقى فيه سبيشال كاستر المفروض بتستعملها، لان لو استعملت العادي بتاعنا هتبقى ديفيكالت في الترانسفير. الالتراساوند بتشوف السيرفكس قد ايه، وبعد كده بتشوف المسافه بتاعت الفندس قد ايه عشان تعرف انت تزرع فين. زي ما انت شايف كده في اكيوت انجل ما بين السيرفكس واليوترس، المفروض تبقى عارف الوضع ده، شايف المنطقه دي تلاقيها فيك شويه، الحاله دي ممكن يبقى عندها ادرومايوزس لأن هو ده المكان بتاع الأدنوميز. What about the endometrial thickness and butter؟ المفروض إن أنت بتبص على حتين on the day of HCG، بتبص على البتر وده triple butter، وبتبص على الثيكنس. ولو سألتني شخصيا مين أهم الثيكنس ولا البتر، هقول لك البتر أهم من الثيكنس. Endometrial thickness 8 ملي أو بلو associated with low implantation. كلمة no implantation ده المفروض في الطب ما نقولهاش، لان في حاجات ريكوردد اقل من 4 وحاجات ريكوردد 3.7 وحاجات ريكوردد ايفن 2.5 2.5 مللي يعني. وبالتالي انت بتلعب ما بين 8 ل 12 او 8 ل 14 ريجاردنج ذا سيكنس، وبتدور على الباترن. المفروض ان الباترن يبقى تريبل لاين باترن، وتاني التريبل لاين باترن از ماتش مور امبورتنت ذان الدبل ذان الثيكنس. ده اللي انت بتحب تشوفه، بتحب تشوف واتس نون از زمان سنه 93 واحنا في امريكا كنا بنسميها همبرجر ساين، بتبص تلاقي فيه 3 لاير وده اللي احنا بنسميه تريبل بات. في الوقت ده بتبص تلاقي هنا وده فيري كومن انك تلاقي فيري كومن ان حضرتك تلاقي هنا الفلويد اللي موجود في السيرفكس، وده شيء طبيعي في الوقت ده. وات اباوت سيرفايكال فاكتور؟ بنقول ان الانفكشن بيأثر. السيرفايكال ووش بنقول زمان كنا بنعمل فيجروس ووشنج، واحنا مش مطلوب ان احنا نعمل فيجروس ووشنج لان ده سيمبل، لو انت عملت فيجروس ووش هتدخل فلويد جوه اليوترس، فانت هتيجي تزرع تبقى تزرع في حته كلها فلويد. الميوكس اسبيريشن يو هاف تو ريموف ات، ولكن برضو ما تبقاش يعني جنتل في التعامل معاه. ليه؟ لانك لو سبت الميوكس انت هتزرع تحت الميوكس ده اكنك بتزرع تحت التنت، عامل خيمه وبتحط الامبريو تحتيه. يبقى دي الفاكتورز اللي المفروض تبص عليها قبل ترانسفير، زي ما قلنا في 12 حاجه. و ات ذا تايم اوف ترانسفير بقى احنا عندنا خمس حاجات مهمين وخمس حاجات مش مهمين ات ذا تايم اوف ترانسفير. ات ذا تايم اوف ذا ترانسفير البوزيشن اوف ذا بيشنت، اي سبنت تو يير اوف ماي لايف في امريكا ما فيش واحده اتزرع لها الا نيشست بوزيشن. كنا في جونز انستيتيوت من 93 ل 95 كان كل الناس نيشست بوزيشن، ما بيفرقش خالص سواء تزرع نيشست لايسوتومي، الوقت كله لايسوتومي. الاير ان ذا بابل مهم ولا لا؟ الريديوسنج ريتراين كونتراكتيليتي باستخدام حاجات تنقصها. الاميديت ريموفل اوف ذا كاستر كنا بنستنى شويه، الوقت ما عادش مهم. الهيبنوزيس والاكوبنكشر والانالجيزيا والانسيزيا انت بتستعملها بس للبيشنت لو طلبتها، انما مش هتزود لك لا الامبلانتيشن ريت ولا هتزود البريجننس ريت. امال ايه هي الحاجات المهمه ريجاردنج موضوع الترانسفير؟ واحد التايم انترفال بتوين لودنج اند ديسشارج، يعني ما بتعمل لودنج للقسطره في المعمل لغايه اما تعمل بيها الاكشوال اي تي، المفروض يبقى قد ايه؟ ما يعديش دقيقتين، لو عدى دقيقتين رجع الامبريو في المعمل واعمل ريلودنج اجين. اثنين ريتيند امبريو، اف يو هاف ريتيند امبريو بعد ما بتخلص بتبعت المعمل تقول لهم اعملوا لي تشيك للقسطره، لو قال لك في امبريو لا هاته وحطه تاني مش هينقص النتائج.
ثلاثه السايت اوف امبري ديبوزيشن. السايت اوف امبري ديبوزيشن مهمه قوي. احنا بنقسم اليوترس لثلاث تلات، التلت اللي تحت والنص واللي فوق. تعود كده ان انت تحطها في الميدل اوف ذا ميدل. يعني ايه ميدل اوف ذا ميدل؟ يعني في حوالي 2 سم من الفندس في حاجه اسمها المي بوينت، واحنا هنقولها دلوقتي. الالتراسونيك جايد لازم تبقى اندر التراسونيك، اندر ساوند جايدد، لان ده مهم جدا. طيب وات اباوت ديفيكال ترانسفير؟ هنوري فيديو ازاي نتعامل مع الديفيكال ترانسفير. يبقى في خمس حاجات مهمين ات ذا تايم اوف ذا ترانسفير بيبقى عنا عليه. الالتراسون جايدد امبريو ترانسفير ايه الفاليو بتاعتها؟ ات كونفيرم ذا بروبر ديبوزيشن اوف ذا امبريو، ات فولو ذا امبريو اسوشيتد البابل اللي احنا بنسميها الجيت فينومينا، انكريز ذا فريكوانسي اوف ايزي ترانسفير اند ديكريز سيرفايكال اند يوترين توم. الحاجات دي definitely significantly increase the implantation rate and increase the pregnancy rate. زي ما قلنا الالتراسونيك جايدد اي تي بتقبل اللامينر فلو اوف ذا ترانسفير ميديا اللي هي جيت فينومينا ديتكتد ديورينج الالتراسونيك جايدد امبريو ترانسفير كوريليت سيجنيفيكانتلي وذ ذا امبلانتيشن ريت اند بريجننسي ريت. يبقى ديفينيتلي احنا محتاجين التراساوند ات ذا تايم اوف ذا ترانسفير. ذا سايت اوف امبريو ديبوزيشن بنقول ان هو لو حبينا نبص ده اليوترس. بعد كده هنا لو دي تيوب وهنا دي تيوب، بتعمل ايماجينري لاين من التيوب دي مع التيوب دي، بيتقابلوا في نقطه معينه. النقطه المعينه اللي بتقابلوا فيها دي هي اللي بنسميها الميب بوينت. الميب بوينت اللي هي الماكسيمم امبلانتيشن بوينت، زي ما بنشوف كده ده الميب بوينت. الماكسيمم امبلانتيشن بوينت دي هي دي النورمال بوينت اللي المفروض تحط فيها الامبريو. وانا بقول تو دروب ذا امبريو نوت تو انجكت ذا امبريو. بتتغير الميد بوينت دي اكوردنج لحاجات معينه. هل اليوترس ده نورمال ولا اليوترس فيه ابنورماليتي ولا بايكورنيت؟ فده في النورمال يوترس ده السايت اوف ذا ميد بوينت، تبقى اباوت 1.5-2 سنتيمتر فروم ذا فندس. اف ذا فند اف ذا يوترس از اركويد بتلاقيها مور ديب. اف ذا يوترس از بايكورنيت بتلاقي لها بوزيشن تاني. وبنقول امبري ديبوزيشن 2 سنتيمتر بلو ذا يوترين فندس، مش 1 سم زي ما الناس بتقول، improve the clinical pregnancy rate and improve the implantation rate. انت you have to drop the embryo في هذه البوينت which is known as the mid point. ده النورمال سايت اللي المفروض بنحط الامبريو فيه، بنقول ان هو عاده يبقى middle of the middle. What about difficult embryo transfer؟ لو عندك حاله وعملت لها موك ولقيتها difficult، المفروض بتعمل تكنيك معين اسمه افتر لود تكنيك. ايه الافتر لود تكنيك؟ انت في المعمل بالمنظر ده بتطلع الانر كاثيتر وتحطها لوحدها. بعد كده بتجهز البيشنت بتاعتك بالاسطره، تدي الستايلت اللي احنا قلنا عليها، ودي الاسطره، والاسطره لازم تحركها من هنا تعمل الانجل اللي انت كنت قايسها ما بين السيرفكس واليوترس، تبقى ريفورمبل، لازم تعملها ريفورمبل. بعد كده الشولدر اللي ورا ده تحركه على حسب اللينس اللي انت مجرد عايز جاست تو باث ذا انترنال اس of the cervix. You are not in need to go inside the uterus in order not to do trauma to the endometrium. فانت بتحرك الجزء ده على المسافة اللي انت قايسها قبل كده. بعد كده دي الستايلت زي ما بنشوف، بتجهز البيشنت بتاعتك. هنختصر الفيديو. بعد ما بتجهز البيشنت بتعمل تمسح السيرفايكال ميوكس بحاجة زي كوتون، وبعد كده بتستعمل الميديا توش سوري بعد كده بتعمل الانترودكشن بتاع الاسطره زي ما شفنا لغايه ما توصل للانترنال اس. دي الاوتر شيس. الانر 1 ستيل في اللاب لان لسه ما اتحطش فيها الامبريو. اما تتاكد ان انت في المكان الصح بتقول لهم هاتوا يا جماعه الاسطره اللي فيها الامبريو، بيجي لك اللودد امبريو. اعمل حسابك ان الحته اللي قدام دي بتبقى مانيبل، فعاده بتحتاج حد يمسك لك التب بتاعتها عشان يعمل لها introduction inside the outer catheter. just لما بتخش في بالانر جوه الاوتر تطلب حد يبص لك بالالترا ساوند فوق. اما بتوصل في الالترا ساوند المكان المناسب ان انت تصل الى الميدل اوف ذا ميدل، بتاسك الامبريولوجيست بتاعتك او انت بتفضي او بتنجكت ذا
بلاش كلمه انجكت بالدروب الامبل. انت ده الانر كاستر باينه جدا لما توصل للمكان المناسب بالدروب الامبريو وليس تو انجكت ذا امبريو في السيوتابل بليس. ده بالنسبه للديفيكالت ترانسفير. بالنسبه بقى للحاجات البوست ترانسفير كان اربع حاجات بنتكلم عليهم بصفه عامه. الاربعه ليس لهم اي قيمه بصراحه دلوقتي. السلوست درول اوف ذا امبريو كاستر مش مطلوب, ممكن يو هاف تو درو ات ايميديتلي. الميكانيكال بريشر اون ذا بورشن جنرال اوف ذا سيرفكس طبعا زي اللي تو خالص ان انا اعمل ميكانيكال بريشر على السيرفكس. البيد ريست مش مطلوب خالص, انا بتقوم دايركتلي وبتروح. السكشن انتركورس اراوند ذا تايم اوف اي تي كان طلع استدي ان هو مهم طبعا, اوعى تنصح بيه لان العينه بتبقى الاوفر كبير فممكن قوي يحصل لها اوفريان رابش. دي يا جماعه الاي اس ار ام الستاندرد امبري ترانسفير بروتوكول. ان عشان التايم انا مش هقولها بس هسيبها لكم في الستيب 1 و2 و3 و4 و5 ولغايه كده نقف عشان ال10 دقايق بتاعه الخروج. متشكرين جدا. شكرا دكتور حامد, الحقيقه very very informative و comprehensive presentation. وشكرا طبعا to stick to the time. يعني في عند حضرتك اسئله كتير يعني احنا هنقعد نتكلم فيها بعد المحاضره بتاع دكتور احمد ان شاء الله. دلوقتي يشرفني ان احنا نقدم استاذ دكتور احمد نصر استاذ امراض النساء والتوليد اللي في جامعه اسيوط. دكتور احمد هيكلمنا النهارده ان شاء الله عن التشالنجينج تشالنجز وذ بور ريسبوندر. اتفضل دكتور احمد. شكرا. السلام عليكم. Good evening, ladies and gentlemen. Again, it's a great pleasure and honor to be with you this wonderful evening and with our great professors, Dr. Ahmed, our colleagues and sincere friends, Dr. Hamid, Dr. Hisham, Dr. Ahmed. Thanks in particular to the MENA Farm group and to Dr. Ahmed for his excellent organization. Now, I will be tackling one of the enigmatic and most challenging parts of our current ART practice, which is poor ovarian response. It's quite enigmatic. There's always some light at the end of the tunnel, as they say. Let's all be reminded how privileged all we are being obstetricians and gynecologists. I would like to repeat that every time, just to be patient for all the great efforts we're doing. Gynecology has started as a very large discipline. Now we're talking about subspecialties, REI, and finally, assisted conception. The essence of assisted conception is definitely controlled ovarian stimulation, which is the sine qua non of the ART practices. And definitely our goal is to have a decent number of eggs and thereby potential embryos, and therefore maximizing success. While, of course, that must be controlled to maximize results, the oocyte yield, embryo yield, while keeping the risks at an affordable and absolute minimum. Those are the various controlled ovarian stimulation protocols in IVF, ICSI, with which we are all acquainted. Now, with a long GnRH agonist protocol, the short and the ultra-short, with the various GnRH antagonist protocols. And this is just a reminder. What are the optimum ovarian stimulation protocols for the poor responders, the poor women who are less privileged than others? The conventional individualized controlled ovarian stimulation, maybe the modified natural cycle, but thereby the conventional comes first. The idea is all about getting the right balance, maximizing results, minimizing risks and complications. Now, here comes the important question. Just how many eggs do we really need to maximize results without encroaching on any dangers? In the fresh cycles, we talk about 15, where the FET or the fresh of the frozen embryo transfers, a little bit more than 15 will ensure sometimes a cumulative live birth rate, sometimes exceeding 50%. Now, poor ovarian response is a real challenge. We will touch on the following subjects in brief to stick to the time. Who are the poor responders? What are the categories of poor ovarian response?
What are the currently available armamentaria and management strategies? What are our future perspectives? And finally, the conclusions. Now, since 1983, when the term poor responder was first coined by Garcia in 1983, no international consensus was available until 2011, when the ISHRI campus in Bologna came up with a black and white 2D definition of what poor response really is. Now, let's ask ourselves one important question. Why do those less privileged women produce less eggs? Is it because of a real poor ovarian reserve, which is time-related? Or otherwise, due to asynchronous follicular development, genetic polymorphisms, including receptors of the FSH, LH, sometimes the beta subunit variants of the LH, or otherwise due to inadequately performed stimulation protocol or due to technical reasons? Now, we all know that the key actors of ovarian response are the AMH, those are the reflectors, and the AFC, no doubt about that. And then the categories of response, we definitely opt for the normal responder, the green ones. The red are dangerous, and now we're talking about the low responders or the suboptimal grouped together. People have been trying to predict the poor ovarian response by calculation of the ovarian response prediction index, which was improvised utilizing AMH, AFC, and the patient's age. Here again, we find that the more the response, the more oocytes you're getting. And in all cases, no more than 300 international units of gonadotropins are to be used even in those poor responders. Here comes the Bologna criteria, and credit goes to the ESHRI campus and the ESHRI efforts, although it has been the first trial to standardize what poor response really is. It turned out to be incomplete, very much criticized, and just a prototype, a black and white image, or a simple 2D image. So as we know, it includes age, a previous POR instance, or a low ovarian reserve, which is very wide in range, the AFC 5 to 7, while the AMH from 0.5 to 1.1 nanograms per mil. Or alternatively, two previous episodes of poor ovarian response with maximal stimulation. This is what constitutes a poor responder according to the Bologna criteria. And as I've mentioned, there are a lot of pitfalls, two of which are that first, it includes a heterogeneous group of POR women. Women that cannot be compared using standardized RCTs, which was the primary target the Bologna criteria was designed for. And secondly, it has very little clinical guidance and clinical implications. Therefore, people have been trying to improvise new procedures and criteria by the Poseidon criteria, which is an acronym standing for patient-oriented strategies encompassing individualized oocyte number. Here again, though, those low prognosis groups are split into young and old with adequate ovarian reserve and poor ovarian reserve. Here again, which is concentrated on age, ovarian biomarkers, AMH and AFC, and the number of oocytes received in previous cycles. Now, people have been talking about the follicular output rate. What is that exactly? This is the ratio between the number of pre-ovulatory follicles as compared to the small antral follicles on the one hand, or the number of final number of oocytes as compared to the original AFC. Let's be reminded that every oocyte counts, because if we're having three instead of two, this might translate into a 25% increment or an increase in the predicted live birth rate in all age groups. And this is quite significant. Now, what about the ART calculators? Well, this estimates the number of oocytes needed to achieve at least one euploid blastocyst. Now, as we might see, the key performance indicators talk about 4 to 7 in a younger population and at least 12 in the older counterparts. And moving on to the follicle oocyte index,
which is the oocyte number divided over the antral follicle count. So if we have more than 50, it's quite adequate and a normal performance. If it's less than 50 or equal to 50, it's a low FOI. So moving on to management. Management of groups 1 and 2 Poseidon. We talk about adding androgens, REC-FSH, REC-LH, adduced stimulation by Ubaldi, which has been improvised. So it's quite controversial, but those are the suggestions so far. Now, management of poor prognosis patients, moving on to the poorer group, or group 3, poor reserve good quality, less than 35 years of age, and those group 4, older age group 35, with poor reserve and poor quality. What are the available ICOS treatment options? The long protocol, GnRH antagonists with estradiol and oral contraceptive pills, again with no more than 300 international units. While LH has been, well, questioned to have some value in group four patients. Here again, the measure of success is to have one euploid blastocyst. This is achievable in group three by about 4 to 7, and in the poorer prognostic group four, we talk about 12. Let's be reminded that this piece of evidence really should be questioned, because the levels of evidence which we are all acquainted, the systematic reviews, top quality RCTs are the best, but presence of evidence is not always evidence of presence, and absence of evidence is likewise not always evidence of absence. The truth usually lies somewhere in the middle. Back to the best available evidence so far, considering COS guidelines 2019 on October, last October, then we talk about the AFC and AMH are the best predictors of response. This is a strong recommendation. Moving on to pretreatment with estrogen or progesterone, they are not recommended. And combined oral contraceptive pills are not recommended either for the antagonist protocols. Antagonists and agonists alike are equally recommended for predicted poor responders. Clonazepam alone in combination with gonadotropins or gonadotropin alone are all quite the same for poor responders, I mean. This is a strong recommendation. The addition of letrozole is not recommended for poor responders either. It's unclear whether a high gonadotropin dose is recommended over the standard 150 international units in poor responders. So we talk about 300 as the maximum, and doubting any value of a concentration somewhere exceeding 150 to 300. So it is 150, well, this is the standard. Sometimes you can use an increment up to 300, but never exceed 300. The use of modified natural cycles is probably not recommended, at least conditionally. And if the agonist protocol is used, then it's the long agonist that is preferable to the other short or ultra-short variants. The use of REC-FSH as compared to HMG, purified FSH, highly purified FSH are quite the same. So they are all equally recommended, while letrozole and aromatase inhibitors are not recommended to substitute gonadotropins among poor responders. Adjustment of the dose in the mid-stimulation phase is again not recommended among those poor responders. Use of adjuvants are common malpractice, actually. The use of growth hormone, testosterone, dehydroepiandrosterone, aspirin, and sildenafil has, again, been not recommended for poor responders. The strongest recommendation was about aspirin and sildenafil. Either early or late luteal phase start of gonadotropins, a conditional recommendation by the ISHRI guideline group, recommended against the use of such procedures in poor responders. A double stimulation by Ubaldi among poor responders should only be used in the context of clinical research. Perhaps a couple of years, there will be more information about this double or dual stim. And a poor response, this is quite important, to ovarian stimulation alone is not a reason to cancel the cycle. And this is a strong recommendation, something truly important. And counseling, the importance of counseling should not be overemphasized.
Now, as Professor Hamid has just said, our great professors have mentioned, it's one size fits all, of course not. It's a patient-centered approach, part of the precision medicine in which we are ensuing shortly. So it's all about individualization. So individualization is the key. Now, what the future holds for poor ovarian response patients? People have been talking about intra-ovarian androgen priming, in vitro activation, as described for those women with primary ovarian insufficiency, autologous mitochondrial transfer, and the role of pharmacogenomics, and mostly the development of oocytes from stem cells. These sound kind of futuristic, but perhaps in a short period of time, we'll be having research work done on these issues. Sorry for this. This is not a technical failure, ladies and gentlemen. This is just to tell you that we are in the middle of the very unfortunately, and we have very limited light to see in the current. It's easier to miss a step in darkness, so this is why we're here to clarify things. Ladies and gentlemen, let me tell you that we have the available data, available tools, and the personnel, the REI specialists. The clinician's role in IVF, as is always mentioned, is to make maximal use of the currently available best evidence, personal experience, and of course, EBM or evidence-based medicine does not provide all the evidence or all the proof. So let's be reminded that the magic is in the magician, not in the wand. And back to concentrate a couple of slides to end up the presentation. What are the do's and don'ts in poor ovarian response patients? First of all, the do's, the proper evaluation, proper selection, and proper individualized COS protocol and proper follow-up. And the don'ts, don't ever panic. Don't ever use more than 300 international units of gonadotropins. Don't trust to using adjuvants. And don't ever give up. This lady has always got a chance. So poor ovarian response, perhaps we might think about POR in another way. Personalization, individualization is all important. Optimism, this is a common sense, of course, and in particular for the poor ovarian response patients. And POR is an area where research is seriously lacking. And ladies and gentlemen, dear professors, all attendees, my take-home message for poor ovarian response is that it's unfortunately quite common. People talk of about 5 to 30%. It's complex, multifaceted, encompassing a heterogeneous group of women, not just one category. It's controversial. You've been seeing lots and lots of questions being raised without adequate answers. It's quite challenging, as Dr. Ahmed has chosen the subject. You surely know how challenging this is. COS should be individualized. Choice is utterly important. And last but not least, it's our clinician's role to try to help this group of women carry on with getting a live born, our ultimate aim of any ART practice. And thank you very much for your attendance, and I'll be ready to take your questions in the Q&A. Thank you. Shukran, Professor Ahmed, for this very nice to the point presentation about this very difficult topic.